لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل النيل للأخبار أحمد هندي. مرحبا بك أحمد، ضعنا في مزيد من التفاصيل. في البداية بالفعل توجه إلى معبر كرم أبو سالم عبر الأراضي المصرية متجهة إلى قطاع غزة 60 شاحنة اليوم، لكن ليس معنى هذا دخولها، لم يدخل منها أي شاحنة حتى الآن إلى الأراضي الفلسطينية، لكن المعتاد خلال الأيام الماضية أن قوات الاحتلال توافق على دخول عدد معين، وعندما يتوجه إلى هناك تدخل تغلق الأبواب في وجهه وتدخل عدد قليل من الشاحنات. خلال هذا الأسبوع توجه إلى معبر كرم أبو سالم 480 شاحنة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة، دخل منها فقط 83 شاحنة، الباقي عاد مرة أخرى. إذا ذهبنا إلى الشاحنات التي عادت وجدنا أن 90% منها من الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة بشدة داخل قطاع غزة، خاصة مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، خاصة في رفح وجنوب رفح، والذي نراه هنا بوضوح ونرى القصف ونسمع صوته بقوة. هناك رفض أيضا للأغذية، أنواع معينة من الأغذية خاصة الدقيق، يمنع دخول الدقيق تماما إلى أراضي غزة، إضافة إلى المنظفات والمطهرات. إذن إذا قرأنا في هذه الممنوعات سنجد أن العدو أو أن الإسرائيليين يحاولون جاهدين إضافة المزيد من المعاناة على الشعب الفلسطيني داخل الأراضي بمنع وصول أي مساعدات حقيقية إليه. أشكرك زميل أحمد هندي مراسل قناة نيل الأخبار، كنت معنا مباشرة من العريش.